أول تقرير معانا النهاردة عن الفنان شريف خير الله، والفنان شريف خير الله تخرج من كلية التجارة كما درس بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأ مشواره الفني في منتصف الثمانينات وشارك في العديد من المسلسلات ومنها زمن أو الباقي من الزمن ساعة وأولادي والرجاء التزام الهدوء، كما قدم العديد من المسلسلات المتميزة منها بنت الأسيوطي وزيزينيا وريا وسكينة وقاسم أمين ومشرفة مع المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي. كمان الفنان شريف خير الله قدم للسينما في بدايته مجموعة من الأفلام، منهم فيلم عصر القوة، كمان فخ الجواسيس، سوق النساء، وسعيدي رايح جاي. من خلال كاميرا فلاش كان لينا لقاء مع الفنان شريف خير الله، كلمنا عن المسرح وكلمنا كمان عن الحركة المسرحية اللي موجودة في مصر في الفترة الحالية، وكلمنا كمان عن أهم الأدوار الفنية اللي قدمها. تعالوا نشوف هذا اللقاء ونرجع مع حضراتكم مرة ثانية. هو أصل إحنا للأسف بس تباعدت المسافات، فدائما باستمرار ما بنعملش رابط، لكن انا شايف انه المسرح في حركه مسرحيه موجوده في مصر في الفتره اللي فاتت دي بشكل جيد جدا، وبيقدموا عروض متنوعه، وبيقدمها ممثلين شباب بافكار جديده بموضوعات جديده برؤيه جديده، وفي برضو مسرحيات بتبقى بتتعرض، يعني زي الدكتور يحيى الفخراني بيعرض مسرحيه برضو. انا بحاول بقدر المستطاع ان انا ما بدورش انا ان انا امثل وخلاص، لا انا هسيب اثر قد ايه عند الناس، لانه بالخبره كده اكتشفت الاثر اللي بتسيبيه عند الناس دوت هو اللي بيفضل طول العمر. يعني ممكن الواحد يقدم اعمال مش على نفس المستوى اللي انا متعود عليه، بس انا بحس انها مش هتفضل، مش هتسيب اثر، مش هتعلم. يعني انا عملت مكرم عبيد، شخصيه مكرم عبيد في مسلسل مشرفه، يعني انا بذلت مجهود الحياه كبير جدا، واستاذ انعام محمد علي، واتكلمت كتير مع الاستاذ المؤلف محمد السيد عيد، فالنتيجة بتوصل ان انا لما قابل حد زي الله يرحمه دكتور بطرس جالي الامين العام كان، فلاقيه بيندهلي بيقول لي يا مكرم، فانا ايه اقول له شريف، يقول لي ايوه مكرم، انت مكرم عبيد، اقول له ايوه يا دكتور، انا عايز اعرف انت ازاي مشيت واتكلمت زي مكرم عبيد، والله ده حصل. فقلت له هو انا كنت بمشي زي مكرم عبيد؟ قال لي اه والله يا ابني انا عاصرته وشفته انت كنت بتمشي وبتتكلم زيه. قلت له والله دي شهاده انا اعتزق، بس يعني انا لا شفته ولا قابلته، بس هو من كتر ما الواحد بيقرا ويتعايش مع الشخصيه بيوصل لمرحله انه، يعني الاستاذ احمد زكي رحمه الله عليه، هو شاف السادات بس اكيد ما تعايشش معاه، شاف خطبه وشاف لقاءاته وشاف حاجات كده، فالنتيجه لما بتطلع على الشاشه بتطلع الروح بتاعت الشخصية، الناس بتصدق، فأنا بحاول أعمل حاجة كويسة.